عليكم. أشغال مستمرة بشارع فريد الأنصاري. اليوم الجمعة، اليوم هو الثالث. اليوم هو الثالث في نوفمبر شهر 11. تبارك الله طحت، بالخصوص بالليل، الليل طحت مزيان، وطحت الصباح. هذه 4 دقيقة والحرارة 17، البرد. شارع فريد الأنصاري هو اللي كيدي الزيتون، كيدي الحي الجامعي. ضرب واحد الدويرة نشوفو هاد شارع فريد الأنصاري، نشوفوا واحد المطحنات الزيتون واش بدات. هنا بدا الرومبو، هنا داروا الرومبو، هو بانت، بان القياس ديالو، بان العبار ديالو. هذا هو سرايا، ما بحال لا ميكو عليهم، يعني داز التروطوار، داز ما عرف شنو غيديروا مع سرايا وبلونكو حتى هما. هاد القهوي ما عرفتش، مهم لحد الساعة راه مازال ما قاسوا لهم داكشي ديالهم. غادي يبقى واحد المتر من يدوز البيطون. تقريبا بحال بحال حتى من هاد الجهه، من جهه بلونكو. جهه بلونكو ما كاملش يمكن ما كاملش متر. معرفتش يحفروا على اليمين، حيدو هاد لي دودان، كرطو داك الدودان حيدوه. غادي يديرو عاود هما لي دودان ديالهم عاوتاني، يمكن يديروهم بحال دي لي دايرين في شارع الجيش الملكي وفي شارع بيران زاران.
عصرات يعني واش نطلقوا شي انطلاقة يعني مزيانة ولا مازال قشرة مازال الحال يعني مازال وقت الزيتون كاينين دوك دابا اللي كيلعبوا بالعقول نتاع الناس اللي ما عارفاش تيقول له ديك تيشرح لهم ديك الزيت بكري يعني خصها تكون بكري هذه مساله انا كنقولها ونعاودها بكر تتعني زيت حره ما فيهاش لاسيديتي بزاف نطلعوا هي من هنا ندوزوا من هنا نقطعوني شان نشوف واحد المعصره الاولى المعصره نتاع زواني وقيل هذيك بكر راه هي الترجمه كلمه فيرج ويل اكسترا فيرج هذيك اكسترا فيرج فيرج كتعني بكر هادشي علاش تسمات بكر كاين هما دابا اللي ما فاهمينش بكر تيقطوها اولا بالعاني تيديروا تيقول له الزيت بكريه زعما بكري تاخذ الزيت الاول الزيتون باقي خضر لا كاين بعض المرات هذيك اللي مازال ما طيباش راه عندها مساوئ عاود دونك الانسان انا كنقولها ما يزربش لا عاد تكون الزيت يعني مزيانه وحاولوا تطحنوا على يديكم ما تثقوش ما تثقوش راه كاين اللي تيبيعوا الهضره كاين اللي تيبقى بالله وبالرسول وهذا وبدا لك الهضره بصلى الله عليه وسلم وكذا وهذا وراه والو راه الهدف مادي كاين بزاف اللي كيستغلوا الدين في هذه المساله لما الانسان باش يثق فيه يقول هكا راه انسان مؤمن راه ما غاديش يغش في الزيت عاد قبطو مع شحال من طون قبطو نتاع الزيت مغشوشه زيدي زيدي لالا زيدي زيدي قبطوها في النواحي بني ملال وقبطو شي وحدين اخرين عاوتاني في بالفاع جهه تيزنيت الفاع ولا سيدي بيبي المهم في هذه النواحي المهم الزيت ديال الكينا راه قليل اللي يفرزها قليل اللي يعقبه الزيت ديال الكينا لانه واش عارف راه تيتحكموا في اللون وتيتحكموا في المذاق تا كدوز واحد المده عاد تيلقى الانسان راسو بانه خدا شي حاجه اللي ماشي هي ديك نشوف بعد هاد المعصره هي الاولى واش بدات محسوب على الناعم هنا تيقول لهم العمارات البوليس هادو اللي من مورايا باش غيشوف موراي هذا دابا ولات كلشي كيخدم الرومبو يعني اللي فوسط الرومبو هو اللي خصو يدوز هو حتى تكون العلامه اللي كتقول لك اودي راه ما عندكش حق الاسباقيه بحال هذا هادي وهادو اللي داز راني عرفتهم خلاص هادو غادي يجيو مترسين سمحت لهم خليتهم يدوزوا صافي واخا انا اللي عندي الحق راهم غادي نوليو في شكون قالها لك الا مشينا نيشان البريديه هذه القوات المساعده المخزن المتنقل
الويتيام هذا الثامن. شوفوا الاشغال هنا ديال الطريق الوطنية رقم 6 تايره غادي اشغال زوينة غادي. كيفاش نصوروا لكم ناخذوا شويه يعني نقربوا شويه من الاجواء من الاثمنه نوع الزيتون نوع الزيت نحاولوا نقربوكم. هي الماكينه الداخل الناس راهم تيطحنوا بالروميه وبالبلديه. إذن هذه فيديو غنديرها بوحدها نتاع المعصرة فيها تقريبا 9 دقائق وشي شوية دونك تجي بوحدها دونك غنديرها بوحدها. معلومات أنا غنقولها لكم واخ واخ أسيدي واخ ما كاين بس العيالات كيديو تيتفكاو تيديو العشور الناس تيدورو معاهم بالزيت. اذا هي هذه معصرة نتاع العزوزي الريفي سي محمد. هاد دابا اللي شط أغلبية نتاع الناس اللي كيطحنو كيطحنو الزيتون ديالهم أغلبية. وواحد اللي قال لي شراه بثمانية دراهم من عند شي واحد من جهة تيتعبى هادو اللي جهة تولال كيتعبى داه منو بثمانية دراهم ماشي بزاف. بان لي تما واحد 5 ولا 6 القناطر اللي خدام واحد اللي قال لي شحال عطاه قال لي عطاه 15 ديالو ديالو نيت عطاه تقريبا 15 الزيتون ديالو. الاثمنه هنا اللي كدور هنا في النواحي ديال مكناس هي 7 8 9 3 9 ديال الدراهم. ولكن قال لي واحد السيد قال لي بان النواحي ديال وزان داير 7 دراهم وقال لي النواحي ديال سيدي حجاج داير 6 دراهم الزيتون. غير من الاحسن واحد بلاتي شويه الانسان مازال الزيتون يرخص ومازال يزيد يعطي حسن. لحقاش بعد هذاك الاول واحد الزيتون في المعصره كان في تغسل وداز هذاك لونطونوار باش يدوز للطحانه قبضت شي واحد الحبه قلبتها عصرتها فيها الماء بزاف فيها الماء اكثر من الزيت. ملي كتعصر الزيتونه بيديك الا ما كانتش ميد ما راه ما
خاصها تكون ميده، ما خصها تكون ليده، ما خصش الماء يكون كثير، خصو الماء يكون كثير فيها بزاف. الا كان الماء كثير بزاف يعني تتلقى يعني الروندمون تيكون ضعيف. الدراري مساكن لا كاسك لا والو. حتى تشوفوا الفيديو نتاع الزيتون وحده الزيتون يعني شاد النوبة هكا كره تيطلع في لاسيديتي، الا تعطل كيطلع على لاسيديتي. داك هو المشكل ديال الزيت. زيد اولدي زيد. المشكل ديال الزيت باش كطلع على لاسيديتي هي هكا اكثريه كيديروها الناس ديال تاونات تاونات بزاف تيخليوها زعما ما زيت. ما عندهمش ما تعرفوش الفرق ما بين الزيتون الا تطحن سور بلاص والزيتون الا تعطل. لا تعطل لا تطلع تيطلع على سيدي تاع الحموضه كطلع حتى السبعة ديال تاونات، راه كطلع حتى ديال السبعة حتى السبعة. راه ماشي الخطا ديال الزيتون، راه الخطا نتاع الناس اللي كيخليو الزيتون يبقى شاد النوبه. لا غادي تمشي للمعصره غتشد النوبه ديالك غتقول له غنجيب الزيتون تقول له غنجيب الزيتون اعطيني النوبه ديالي فوقاش فهمتي، الا دار معاك هكول هكا اعطيه العربون قول له ها العربون ديالي خلي لي الوقت ديالي. غترسي مع الوقت ترسي مع الوقت غادي تمشي ديك الساعه تدبر على الزيتون من الاحسن. يعني الا ما كانتش كيفاش يدوزك تقول له غنجيب الزيتون ودوزني، الا قال لك غيت حق قال لا النوبه ما النوبه قول له اعطيني النوبه تعطيك النوبه مثلا 3 ايام 4 ايام انت في ديك الوقت ديالك كتحدد يعني فوقاش تجيب الزيتون. ملي كتجيب الزيتون النهار فاش تجيبو مثلا الا جلس واحد 12 ساعه او 14 ساعه او حتى 24 ساعه راه ما كاين مشكل، راه ماشي بحال اللي جلس 7 ايام و 8 ايام و 10 ايام وحتى يبقى طالق داك المرج ديالو كحل يعني من التحت. فهمتي الزيتون كي باش تيطحن كيطلع على سيدي هذيك الحروره ديك الساعه الحروره ديال لاسيديتي ماشي بحال الحروره ديال لي بوليفينول تيكون فرق. واحد السيد مورايا ديال لي تفارة توسعوا هنا هاد البلاصة حتى هي غادي يدخلوها مع شارع محمد مع شارع فريد الأنصاري حتى هي في التهيئة. خلاص راكم شتو الرون بوان اللي دارو في الوسط، يعني راه بداو تيقدو لي رون بوان. غادي ندور نديرو شارع فريد الأنصاري حتى للراس حتى نتلاقاو مع شارع محمد السادس.
جاي من الفوق من طريق كوراي ودار هنا بلا ما يدير الضوء الاحمر راه تيبان حاصل. شارع محمد السادس بارك الله عليكم. حاولوا تبارطاجيو ديك لا فيديو نتاع الزيتون نتاع المطحانه اي باش الناس يكونوا على بينه باش ما يخليوش فرصه للغشاشه فين يدخلوا وصافي. هذا خصوص القضيه نتاع بكر والانسان يحاول يطحن راسو وعطيت شي معلومات. شكرا لكم تبارك الله عليكم.